رأي عام، برنامج حواري نقدي يتناول قضايا الرأي العام والحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والعمال والبطالة في ظل الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني مع انتشار جائحة كورونا ودور المجتمع المدني في ذلك. برنامج رأي عام ينتجه وطن بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية، ويقدمه الإعلامي ماجد العاروري. أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رأي عام، والتي سنناقش فيها آثر أزمة جائحة كورونا على القطاع الزراعي. وضيوفنا في هذه الحلقة الأستاذ رياض العطاري وزير الزراعة، الأستاذ فؤاد أبو سيف مدير عام لجان العمل الزراعي، والأستاذ عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد الجمعيات الزراعية. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا. أهلا بك. سنبدأ هذه الحلقة بالاستماع إلى أحد الشهود، أحد المزارعين الفلسطينيين، لنستمع كيف يتعامل المزارعون وما هي أبرز التحديات التي تواجههم. معنا المزارع فايز الطنيب من منطقة طول كرم. أهلا وسهلا بك سيد فايز. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم وصباح المستمعين. أستاذ فايز، بداية، هل لك أن تضعنا كمزارع الصورة التي تعيش بها في هذه الظروف بالذات؟ بداية أخي الكريم، اسمح لي باسمكم وباسم وزير الزراعة نتمنى الشفاء العاجل لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ولكل أبناء البشرية، وإن شاء الله أنه هذا الوباء بنتهي على خير وفي أقرب فرصة إن شاء الله. بالنسبة للوضع اللي إحنا فيه أخي الكريم، يعني هذه الضائقة أو هذه الجائحة ما كناش تجربة سابقة فيها، إلا أنه أول شغلة بستذكره من خلال هذه الجائحة الأهمية الكبرى اللي بتقع على عاتق المزارع الفلسطيني في إيجاد الأمن الغذائي في ظل ظروف صعبة جدا، في ظل ظروف توقف عجلة الحياة قاطبة عن بكرة أبيها، ويبقى المزارع الفلسطيني هو بصيص الأمل لكل أبناء شعبنا في تحقيق ولو جزء من هذا الأمن الغذائي. هذا المزارع اللي اليوم دخل في هذا الموضوع بشكل مفاجئ، أصبح تنقله شبه مش طبيعي، خاصة في تواصله مع مزارعه، في تواصله مع الأسواق. أحيانا بتكون الأسواق مغلقة، أحيانا بتكون مفتوحة، أحيانا بيكون في هناك تجار اللي يقدروا يوصلوا من محافظات لمحافظات، أحيانا ما بيكونش في هناك تجار. هذه الوسائل كلياتها اليوم صار فيها صعوبة إلى حد ما بأنه المزارع يأخذ حريته المطلقة في إيجاد هذا العمل. اثنين، أنه اللهم صل على سيدنا محمد، إنه المزارع يوصل لمستلزمات الحياة اللي بتلزمه للمزرعة من أشتال، من بذور، من أدوية، من علاجات، من كل هذه الأمور. كثير من المحلات اللي أصبحت مغلقة بشكل كامل وصار عليه صعب المزارع إنه يقدر يوصل لهذه الأمور. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي أنا بحب أوصل رسالتنا إله في ظل هذا الظرف الصعب لأخونا وزير الزراعة، اللي هي قضية الكوارث اللي بتصيب المزارعين في كثير من الأحيان، وآخرها كانت قبل أقل من شهر. آخر كارثة كانت أن قبل أقل من شهر كانت هناك رياح عاتية، وكثير من الدفئات، وكثير من البيوت البلاستيكية، وكثير من المزارع اللي تدمرت. والأخ الوزير شرفنا وأجعلنا على منطقة طول كرم وشاف حجم الدمار اللي كان قاعد بصير، وكل مرة الوزارة بتطلب حصي أضرار وتسجيل أضرار ووثائق ومش عارف شو، وبتحطنا في أمل لكن بتعذبنا نفسيا عذاب ما تعلم فيه إلا رب العالمين. إحنا لسه على أمل بأنفسنا، على أمل إن نأخذ أضرار اللي حصلت بسنة 2015 و 2017، وهي اليوم في سجلت أضرار في سنة 2020، لكن مع كل أسف كل مرة بننوعد وكل مرة بنأخذ هاي الأضرار. قصة ثالثة بحب، رسالة ثالثة بحب أوصلها للوزير، اللي هي المستردات الضريبية اللي هي حق أدنى، حق طبيعي للمزارع إن نأخذها.
هذا الموضوع اللي يتعجل بصرف هذه المستردات الضريبية للمزارع. المزارع زي ما قال المثل الفلاحين كشفي بتنشله. ففي ظل هذه الظروف الصعبة اللي الواحد الإمكانيات المادية السيولة المادية أصبحت شبه منعدمة ما بين الناس، ممكن تسند المزارع تساعده أنه يقدر يشتري جزء من مستلزمات الحقل تبعه اللي دمره اللي دمرته الرياح قبل شهر، اللي يقدر يشتري بلاستيك، يقدر يشتري خشب، يقدر يعيد منشآته اللي دمرتها الرياح. إضافة لهيك بدي أنوه بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية، كمان قطاع الثروة الحيوانية بيعيش كارثة اليوم، خاصة في عملية تسويق منتجات الثروة الحيوانية وخاصة الحليب اللي بنباع بشكل طازج، إذا ما تسوق في وقته ممكن كمان هذا يروح كلياته خسائر. الجبنة اللي شكرا لكثير من المؤسسات العمل الأهلي وكثير من الأصدقاء وكثير من الناس اللي قاعدين بتعملوا أسرة واحدة من أجل مساعدة المزارع في تسويق منتجاته. هذه أستاذ فايز، أنا بس سؤال أخير يعني قبل لا أنهي يفترض في هذه اللحظة أن تكون فرصة انتعاش المزارع، هذه اللحظة التاريخية، هل تشعرون أنه فعلا بتراجع؟ أنا حقيقة أنا بحكي عن نفسي كمزارع، أنا في هذه الفترة عشت في تراجع. أولا لتذبذب الأسعار بشكل مش طبيعي، أحيانا فيش تجار يوصلوا للحزبة عنا اللي يشتروا. أنا هاي فواتيري موجودة معاي وبقدر أعرضها على 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 شسمه على على وسائل الإعلام. لما بوكسة البندورة بتنزل ب 12 شيكل ما بتسواش خيار القاطة، لما الخيار والبندورة بنزل ل 12 ولا 15 ولا 20 شيكل، هاي أسعار متدنية جدا في ظل هاي الظروف اللي قاعدين احنا بنعيشها، واحيانا بتكون في اسعار معتدله او مقبوله، بس هذا مش الوضع الطبيعي اللي بالنسبه لنا لمزارعين. وما حصلش في انتعاش، بالعكس الانتعاش هو نفسي، الانتعاش هو اخلاقي، انه احنا في هذا الظرف الصعب قدرنا نوفر لقمه اكل لاهلنا انه تقدر تاكل وتشرب فيها، والا كان فعلا احنا في جائحه حقيقيه بكل ما للكلمه من معنى. شكرا. انا بس سؤال اخير بدي اوجهه لسياده الوزير، وانا بعرف الوزير عن قرب وبعرف مدى اطلاعه ومدى علاقته ومدى ارتباطه في القطاع الزراعي. شو حضرت، شو رسمت، شو خططت وزاره الزراعه للمزارع في ظل هيك ظروف احنا قاعدين بنعيشها اليوم؟ هذا السؤال راح نوجه له اياه بالتاكيد استاذي، وبشكرك جزيل على مشاركتنا. بس اسمح لي ملاحظه اخيره اخي الكريم، اللي هي عمليه انه توقف عجله الحياه بالكامل. اليوم عجله الحياه كلياتها متوقفه عن بكره ابيها. انا بتوجه لسلطتنا الوطنيه من خلال رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيه. الو، ايوه نسمعك. من خلال الدكتور محمد السيّة، أنه يعمل توازن ما بين عجلة الاقتصاد وما بين عدم السماح لهذه الجائحة بالانتشار. أما توقيف عجلة الاقتصاد بالمطلق بالشكل اللي احنا فيه، تخرج بقى كورونا بيطلع لنا كورونا الاقتصاد مدمرين وخالصين. فبتمنى ينوجد توازن ما بين عدم انتشار المرض وما بين السماح للمؤسسات الانتاجية الصغيرة انها تشتغل بعجلة الاقتصاد. وشكرا لكم. شكرا جزيلا المزارع فايز الطنيب على مشاركتنا في هذا البرنامج. قبل ان نستمع الى شاهد اخر، بحب ارحب ايضا معنا على السكايب السيد منجد ابو جيش، مدير عام جمعية الإغاثة الزراعية، الذي سيشاركنا في هذه الحلقة. قبل أن نستمع إلى الشاهد بدي أبدي من عندك يعني أستاذ رياض، الآن مر 41 يوم على بدء يعني الجائحة واكتشاف الفيروس في فلسطين، وهذه هي كانت فرصة تاريخية لإعادة ترتيب القطاع الزراعي في فلسطين وترتيب أوضاع العاملين فيه. ماذا فعلت وزارة الزراعة لغاية الآن؟ يعني اعتقد مختصر ومكثف. نعم، يعني اعتقد هذا السؤال يعني لا يجب صياغته بهذه الطريقه. انت تحدثت عن فتره 41 يوم، واعتقد انه اي عمليه تخطيط يعني خاصه في الظروف الفاجئه تحتاج الى اكثر من ذلك، ولكن انا ان سمحت لي هي عاده يعني السؤال، لانه في الظروف من هذه يعني تعطيك فرصه، اذا كان لديك خطه تعطيك فرصه للنجاح. بالتالي يعني ما بنحكي الزراعه خلقت قبل 41 يوم، خطتكم منذ ان توليتم هذا المنصب الان. الحقيقه اخي ماجد، الصدمه مضى عليها 41 يوم، وهذه الصدمة أخلت بكل عجلة الإنتاج، ليس في فلسطين وبكل دورة الحياة، وإنما في كل دول العالم بما فيها يعني المجتمع الفلسطيني. لذلك يعني السؤال من وجهة نظري يجب أن يكون يعني الآن وفي ظل هذه الأزمة، يعني ما هو القطاع الأهم اليوم في مواجهة هذه الجائحة؟ أنا برأيي يعني هذا يقودنا على أن
القطاع الاقتصادي الزراعي بالفعل يعني دائما كان هو اقتصاد يمثل أو يحمل كل الأزمات الفلسطينية بالمعنى التاريخي وحتى هذا اليوم، ولذلك يعني عجز الاقتصاد التي تعمل بوتيرة عالية وتشكل أساس مهم من منظومة الأمن الغذائي الحالية هي الآن قطاع الزراعة. ولذلك يوم أمس دولة رئيس الوزراء عندما يعني تحدث في المؤتمر الصحفي قال جملة واضحة بأن القطاع الزراعي يعمل ويجب أن يعمل بكل طاقته، وهذا يعني أن دورة الإنتاج مفتوحة ولا أي عقبات أمام القطاع الزراعي. الإجابة على سؤالك أنه وزارة الزراعة بالفعل منذ اليوم الأول بدأت بتغيير أولوياتها وبتغيير برامجها، لأنه خطة الوزارة بنيت ما قبل كورونا على أساس يعني بيئة عمل مختلفة تماما، ولذلك اليوم وزارة الزراعة حددت تدخلاتها ضمن خمسة مسارات. المسار الأول طبعا والخمسة مسارات هي تهدف بالأساس إلى تعزيز صمود المزارع وإلى إبقائه في حالة إنتاج دائم، ولكن سريعا يجب أن نتذكر ونتفق بأن الظروف الحالية لا يمكن الحديث بها عن دورة اقتصاد كاملة، عن طبيعة حياة كاملة، ولا أيضا عن أرباح كما كانت في الماضي. أنا بعتبر أنه اليوم مطلب كل القطاعات أن تبقى قوية، أن تبقى كما هي، بمعنى أن لا يكون هناك ربحا ولا يكون هناك خسارة. الخمس مسارات اللي حددتهن وزارة الزراعة، أولا الحرص على توفير كل مدخلات الإنتاج سواء كانت الثروة الحيوانية أو الثروة النباتية. المسألة الثانية، نحن نعمل في وزارة الزراعة ومع شركائنا سواء في القطاع الخاص أو في المنظمات الأهلية على إيجاد آليات تسويقية جديدة حتى تتغلب على كل العوائق التي يعني خلقتها كل التحضيرات في مواجهة هذا الفيروس. المسألة الثالثة، لدينا اهتمام كبير وسنبدأ يعني يوم أمس صرحنا ذلك في على طاولة مجلس الوزراء إعادة تشغيل لكل الصناعات الغذائية سواء كانت الصغيرة منها بمعنى الجمعيات أو بمعنى المصانع. والمسار الرابع، كيف تستمر وزارة الزراعة في هذه الظروف بمتابعة يعني واحدة من المهام الأساسية وهي يعني تعزيز الرقابة وتأمين الصحة النباتية والصحة الحيوانية، بمعنى أنه الظرف صعب ولكن واحد من المهمات أن تكون هناك في سلامة كاملة للغذاء، وهذا يعني يستدعي بالتأكيد آلية عمل كبيرة. النقطة الأخيرة هي تعزيز إطلاق المبادرات، وأطلقنا قبل فترة إحنا وممكن الحديث يجي لاحقا يعني مبادرة الحديقة المنزلية، وأيضا الآن نعمل مع شركائنا على إطلاق مبادرات مع بداية شهر رمضان السلة الغذائية الزراعية يعني للعديد من العائلات وقد تصل إلى الآلاف. والنقطة الأخيرة، وهذا يعني إجابة على واحدة من الأسئلة التي طرحها الأخ فايز، بأن وزارة الزراعة خلال فترة قصيرة جدا سيعني تلبي كل ما وعدت فيه فيما يتعلق بالأضرار. لدينا يعني أخبار سارة ومثمرة، وفيما يتعلق بالمنخفض الأول الذي كان في شهر 12 اليوم وفي هذه اللحظات سيتم إحالة العطاء من قبل وزارة المالية لكل المستفيدين، وتحديدا في طوباس حيث شكلت الأضرار الأولى للمنخفض الجوي في طوباس لوحدها 90%، وفيما يتعلق بالمنخفض الثاني في الضفة الغربية وقطاع غزة أنهينا كل التحضيرات. والسؤال دائما الذي يلاحق أي وزير، ماذا ستقدمون؟ أنا بقول لإخواني المزارعين وتحديدا في طول كرم اللي تحملوا 40% من يعني أضرار هذا المنخفض، بأن وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية في أقرب يعني وقت ممكن لديها أخبار سارة على هذا الصعيد. دعنا نستمع إلى الأستاذ منجد أبو جيش، مدير عام جمعية الإغاثة الزراعية، معنا من مدينة نابلس عبر السكايب. مساء الخير أستاذ منجد. مساء الخير أستاذ منجد. يعني استمعنا إلى ما قاله المزارع واستمعنا إلى وزير الزراعة، ويقول بأن هناك مجموعة من السياسات التي تتخذ في هذا الاتجاه، ويركز على فكرة أنه بتصير باتجاه الاقتصاد البيتي، السلة البيتية، بمعنى الاقتصاد الأسري. هذه التجربة خضناها في انتفاضة، رئيس الوزراء شبه كورونا بانتفاضة 1987. هذه التجربة
التجربة خضناها وكنا نلحظ المزارع الصغيرة منتشرة في الريف الفلسطيني، مزارع الدواجن منتشرة في الريف الفلسطيني، من 500 طير ل1000 طير، مئات العائلات، آلاف الأسر على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة كانت تعيش مثل هذا العمل. لكن القاعدة الاقتصادية تغيرت وأصبح لدينا حيتان في السوق وقد ضربت كل هذه القطاعات بشكل كامل. هل تعتقد أن الحكومة الفلسطينية لديها سياسة لمواجهة هذه الحيتان وإعادة الأمر مرة أخرى إلى صغار المزارعين، أم ستتلاشى كل هذه الأمور فور انتهاء هذه الجائحة إذا لم تستمر كثيرا إن شاء الله؟ كيف تقيم الأداء والسياسات؟ تحية لك ولجميع من هم في الاستوديو وللمزارع فايز الطنيب. أنا أتكلم من منطقة الأغوار، إحنا بصدد تحضير سلات غذائية فيها خضار وفيها جبنة الأبقار من أجل التخفيف على المزارع الفلسطيني. أعتقد أن على الحكومة الفلسطينية والعمل الأهلي الفلسطيني والقطاع الخاص أن يعملوا بشكل موحد في ظل هذه الجائحة الكبيرة التي تهز العالم كله وفلسطين تتأثر فيها بشكل مباشر. نحن في الإغاثة الزراعية لدينا تركيز كبير على صغار المزارعين. في بداية الأزمة بدأ تدني أسعار الخضار وتدني أسعار الأجبان، قامت الإغاثة الزراعية بحملة كبيرة لدعم صغار المزارعين في منطقة الأغوار من خلال حملة لبيع الجبن من المزارع إلى المستهلك. نجحت الإغاثة الزراعية بتسويق أكثر من 10 طن جبن حتى الآن من جبنة الأغنام، مما أدى إلى رفع سعر أسعار الجبن من 10 شيكل إلى 15 شيكل، يعني توفير 100,000 شيكل على المزارعين بشكل يومي. إذا استمر هذا العمل لمدة 30 يوم نحكي عن 3 مليون شيكل لصالح المزارع الفلسطيني. هذه المبادرات الرائعة اللي بيلتقطها الموظفين والمتطوعين من الميدان هي الذي ستدعم صغار المزارعين. بالنسبة للحديقة المنزلية طبعا الوزير تكلم عن ذلك ومؤسسات الائتلاف الزراعي نعمل بشكل كبير على دعم موضوع الحديقة المنزلية. استطاعت الوزارة ومؤسسات الائتلاف الزراعي توزيع 1,200,000 شتلة خضار على عدد كبير من البيوت الفلسطينية في المدن والبلدات الفلسطينية والقرى، خاصة في المناطق اللي ما فيها زراعة. هذه الحديقة ستعود الإنسان الفلسطيني والمواطن الفلسطيني إلى الانتفاضة الأولى. القطاع الزراعي أهم قطاع لدى الشعب الفلسطيني، علينا جميعا أن ندعم صغار المزارعين وأن نحاول ألا يقع صغار المزارعين لاحتكار لكبار التجار. لاحظنا موضوع جبن هناك كان محاولة للاحتكار، في مواضيع أخرى لها علاقة بالزراعة في كثير من محاولات الاحتكار. علينا أن نتوحد جميعا بدعم المزارع الفلسطيني. نحن المؤسسات الأهلية والإغاثة الزراعية تركز على مناطق الأغوار وعلى المناطق الأكثر فقرا. كيف يمكننا مواجهة سياسات الاحتكار أستاذ منجد؟ كيف يمكننا مواجهة الاحتكار؟ تحتاج إلى قوة وسياسات، كيف يمكننا مواجهتها وهي الأخطر التي تواجه العمل الزراعي في فلسطين؟ النقطة الأولى السياسات الذي يتعلق بالحكومة على وزارة الاقتصاد الفلسطينية ووزارة الزراعة ووزارات الاختصاص أن ترسم سياسات لحماية صغار المزارعين وأن يكون الدعم موجه لصغار المزارعين. النقطة الثانية على المؤسسات الأهلية أن تبني قدرات المزارع الفلسطيني في عملية الشراء الجماعي لمدخلات الإنتاج والتسويق الجماعي. نلاحظ أن المزارعين لديهم ضعف في موضوع الشراء الجماعي والتسويق الجماعي، بحيث عدد كبير من المزارعين بركن على التجار في توفير مدخلات الإنتاج وفي بيع المنتوجات، وهذا مما يؤدي إلى أنه كل المزارعين الفلسطينيين وأغلب المزارعين الفلسطينيين يعملون بهذه الطريقة ويكون الرابح الأكبر هو الوسيط، التاجر الوسيط. نلاحظ مثلا أن سعر الخضار في مناطق الأغوار ومناطق طول الكرم يكون في أدنى سعر، ولكن عند البيع للمستهلك في رام الله في بيت لحم تكون الأسعار عالية. هذا المبلغ يذهب إلى الوسيط. علينا أن نطور آليات كبيرة في موضوع الشراء الجماعي والتسويق الجماعي، وأهم محور في هذا الموضوع تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية. التعاون الزراعي الفلسطيني يجب أن يعود إلى واجهة الاهتمام عند الجميع، عند الحكومة وعند وزارة الزراعة وعند وزارة الاقتصاد وعند العمل الأهلي الفلسطيني. إذا فعلنا الجمعيات التعاونية بشكل عام والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل خاص سنقوم بدعم المزارع ونكسر حلقة الاحتكار الذي يتحكم فيها التجار في غالب الأحيان في كافة المنتوجات الزراعية.
أستاذ فؤاد، يعني لابد من سياسات واضحة ومحددة. أصلا هذه المسائل التي نتحدث عنها يجب أن تكون جزء من الثقافة المجتمعية أصلا، لا تحتاج إلى سياسات، نحن مجتمع زراعي والوضع الطبيعي أن تكون جزء من الثقافة، لكنها تلاشت ويبدو السياسات لا تخدم ذلك. في العقد الأخير ركزنا بشكل كبير على الزراعات الأحادية وليس المتنوعة، هذا أمام أي كارثة طبيعية جعلها زراعة هشة، أمام تقلبات الأسعار كما استمعنا كانت هشة. إذن هذا السياسات تضع المزارع أمام خسائر كبيرة. رئيس الوزراء يوم أمس قال بأن هناك قطاعات تربح وهناك قطاعات تخسر، أشار إلى أن إمكانية الربح وضرب الأدوية. قطاع الزراعي هو الوضع الطبيعي الآن أن يربح، كيف تقيم الأداء كمؤسسات أهلية وكحكومة؟ يعني القطاع الزراعي في هذه الأزمة أثبت أنه القطاع الأقدر على المحافظة على عجلة الإنتاج وأن يبقى يمد المزارع المستهلك الفلسطيني باحتياجه من المواد الغذائية. السياسات كنا على مدار الأعوام الماضية أن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات، الكثير من السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع الزراعي. هناك سياسات يجب أن يتم تطويرها وهناك سياسات أخرى يجب أن يتم استحداثها بحيث تعطى الأولوية للقطاع الزراعي لأن يبقى قطاعا فاعلا منتجا. نقول دائما وجاءت هذه الأزمة لتؤكد على أن صغار المزارعين أولا ثم صغار المزارعين ثم صغار المزارعين، لأنه الذي استطاع أن يتجاوز ويعمل في ظل ظروف استثنائية صعبة الآن هم صغار المزارعين وحافظوا على وتيرة إنتاج عالية جدا رغم كل التحديات ورغم كل الظروف الصعبة المحيطة بهم. هذا هام جدا. لم نكن لا نحن ولا الحكومة ولا المؤسسات الأهلية ولا كثير من دول العالم مدربة للتعامل مع كارثة وأزمة بهذا الحجم، لكن اللافت أن قدرة التأقلم وسرعة التجاوب وإيجاد بدائل والاستنفار وصياغة خطط طارئة بانسجام كامل ما بين كل أجسام العمل الأهلي الزراعي ووزارة الزراعة، هذا كان اللافت. أيضا سرعة الاستجابة والتحرك للاستماع للمزارعين والوصول لمختلف مناطق عمل العمل الزراعي في مختلف المناطق وتركيز كبير جدا على المناطق المصنفة جيم الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها كان أيضا لافتا وهاما جدا على صعيد، واستطعنا التغلب على كثير جدا من العقبات والأزمات والمشاكل التي واجهت المزارعين وأطلقنا عشرات المبادرات الهامة كالعمل الزراعي وكتلف زراعي ووزارة زراعة ومؤسسات أهلية مثل الوصول ومدخلات الإنتاج وارتفاع الأسعار وأحد أهم المشاكل الآن الأعلاف وإيصال الأعلاف للمزارعين، وكيف لنا مجتمعين كمؤسسات وكوزارة أن نتغلب على إحدى المعضلات الكبيرة. القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية سيواجه مشكلة أعظم إن بقيت مشكلة الأعلاف ووصولها للمزارعين على حالها. الآن هناك شرط وأبو أدهم يعلم ذلك أنه يطلب من المزارعين الدفع نقدا ومقدما كي يستجيب المورد لتزويد المزارعين باحتياجهم من الأعلاف. الأعلاف يعني قطاع ثروي حيواني، أبقار، أغنام، ماشي، ضأن، يحتاج إلى هذه الكميات الكبيرة، وهذا يعني يكلف المزارع مبالغ. المزارع غير قادر على أن يستجيب، لا تتوفر له إمكانية المادية الآن. هناك الآن حديث على آليات لتدليل، وإن كان حتى كلجان العمل الزراعي بضمانات من لجان العمل الزراعي لبعض الموردين للمزارعين، لعدد كبير من المزارعين الصغار الذين لا يملكون المال لشراء. في موضوع ارتفاع الأسمدة وأسعار مدخلات الإنتاج هناك مضاعفة وارتفاع حاد جدا، أسعار الأسمدة في بعض الأحيان والأصناف ارتفعت من 1000 شيكل الآن 2500 شيكل، هذا أيضا يتطلب تدخل وسرعة تدخل للضغط على الموردين، إيجاد بدائل، سرعة التواصل مع الخارج من أجل أهم من هذا كله أن نستغل كل سنتيمتر كل دونم أرض أن نستغله ويتم زراعته بما نحتاجه. نعرف جميعا أن هذه الأزمة ستمتد لفترات أطول، وبالتالي فهمنا المبكر لطبيعة احتياجات المزارعين الآن وما يحتاجه مستهلكنا. العلاقة يجب أن تكون دائما واضحة ما بين العاملين في القطاع الزراعي، ونرى دائما المنتجين والمستهلكين ونضعهم على حد من الأهمية بنفس المستوى.
هذه معادلة وهذه تركيبة يجب أن تبقى أمامنا، وبالتالي نحتاج إلى أن طب إذا كانت كل هذه التدخلات، يعني ما الذي يجعل المزارعون يعني يصرخون من الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها؟ ما الذي يجعلهم يسكبون الحليب أرضا؟ ما الذي يجعلهم يشكون على سعر إذا قاعدين نشتغل هذه السياسات؟ إذا بنقارن، لا أنا ما بقول أن كل المشاكل حلت، في جزء رئيسي من المشاكل حلت في موضوع التنقل، أنا بقول لك هناك حل يعني بشكل أول، لكن بعض يعني احنا بننتج حوالي 450 طن من الحليب يوميا في مزارع في مزارع الضفة الغربية، 450 رقم عالي جدا. كان هناك 520 تقريبا او خمس يعني اكثر بقليل او اقل بقليل. هلا نعرف انه بالظروف الحالية ونتيجة الإغلاق الكامل تراجعت القوة الشرائية، هناك ارتفاع في نسب البطالة، مداخيل الناس تراجعت بشكل كبير جدا، وبالتالي الإقبال على شراء المواد الغذائية تراجع بشكل كبير جدا، اذا الطلب على هذه المنتجات قل، وبالتالي اخذت بعض المصانع، عندنا 11 مصنع ينتج ألبان وأجبان، وتراجعت قدرتها الإنتاجية على يعني، وبالتالي هذا دفع إلى أنه خفضوا من كميات الحليب التي يتم شرائها من المزارعين. هناك ما هو مبرر في هذا الموضوع، هناك ما هو غير مبرر. نحتاج إلى أن تبقى المصانع تستقبل حليب المزارعين بشكل دائم كما كانت في ويجب هناك أيضا مسألة مهمة، أن يتوقفوا عن استخدام البودرة أو الحليب المصنع كبديل للحليب الطازج، وهو ما يساهم، وهذا أيضا يروح على طاولة وزارة الزراعة، يجب أن نضع حد لاستخدام الحليب المصنع، لأنه هذا يساهم ويساعد بشكل كبير جدا في استيعاب كميات حليب أكبر وعلاج رئيسي لجزء من مشكلة الحليب التي يعني تتطور الآن. أستاذ عباس، يعني استمعت أنا إلى السياسات تحدث عنها، استمعت إلى تدابير تحدث عنها، لكن بصراحة دائما يعني لازم يكون في إجراءات، وأنا لما بدأت بأن هذا فرصة تاريخية لإعادة التنظيم الزراعي كنت أقصد ليس التدخلات لحل إشكالية يومية فقط كالتنقل، هي كانت فرصة أن نعيد الهيبة إلى القطاع الزراعي بمزيد من العدالة الاجتماعية. عندما أريد فعلا يعني أنا بحاجة إلى أسمع إجراءات، لم نستمع حتى الآن إلى أي إجراءات. تحدث عن مشكلة العلف مثلا، لكننا لم نستمع إلى سياسات حقيقية تصير مواد الخام لهذا العلف تنتج فلسطينيا، ممكن ما تغطيش كل الاحتياج، بس هذا يمكن أن ينعش مئات الأسر الفلسطينية في عملية الزراعة. لم نسمع عن سياسة لتحديد اتجاهات وسياسات تجاه المراعي مثلا زي السفوح الشرقي وكيف يمكن أن تتحول إلى مراعي. لم نسمع عن قوانين تقر من أجل حماية الينابيع. نحن أمام الحاجة إلى ثورة زراعية حقيقية إذا ما أردنا فعلا أن نعيد الهيبة إلى الزراعة، وليس الحديث عن إجراءات تسهيلية تنسيقية فقط. شكرا. يعني حتى يكون عندنا قطاع زراعي واعد، يجب أن يكون عندنا أولا سياسات اللي بتنظم هذا القطاع واعدة ومستجيبة لحاجة هذا القطاع في التنمية ولحقوق المزارعين من الجانب الآخر. وإحنا في الاتحاد يعني عنوان عملنا أصلا له علاقة في السياسات والتشريعات النظم للقطاع الزراعي، وسبق أنه تناولنا مجموعة ومنظومة من هذه السياسات سابقا، وحددنا السياسات التي يتوجب إلغائها وعدم العمل بها وإسقاطها، زي مثلا القانون اللي كان مفروض على المزارعين في ضريبة الدخل، ونجحنا ضمن سلسلة من العمل الضاغط إحنا وشركاء معنا في منظمات العمل الأهلي على إسقاط هذا القانون اللي هو إلغاؤه، وأصبح الآن المزارع لا يخضع لدفع ضريبة الدخل على منتوجه الزراعي، وحتى شركات الإنتاج الزراعية يعني تم التعاطي معها بأنه انعفت من أول 300 ألف شيكل دخل ربح صافي من دفع ضريبة الدخل، وبتدفع ضريبة الدخل ما بعد 300 ألف شيكل. عملنا على سياسات أخرى ذات علاقة بالاسترداد الضريبي، نجحنا إلى حد ما في إحقاق لأول مرة حق الاسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية، ولكن كان مجحفا من حيث النسب الموزعة، 50% للمزارع و50% كانت بتروح مناصفة ما بين وزارة المالية وما بين صندوق درء الكوارث، وعملنا بالشراكة مع وزارة الزراعة ومع الأخ أبو أدهم عن قرب في هذا الموضوع، وتشكلت لجنة لدراسة التشريعات الخاصة في قانون الاسترداد الضريبي، ونجحنا في صياغة قانون معدل. للأسف
ما أن يعني انتهينا من صياغة هذا القانون وحتى بدأت هذه الجائحة، وباعتقادي ما زال هذا القانون قانون الاسترداد الضريبي للمزارعين على طاولة مجلس الوزراء للمراجعة، ويمكن هذه المرحلة اللي أخرت باعتقادي المصادقة عليه. وأنا بقول حتى مع وجود هذه الجائحة لابد من هذا القانون أن يمر وأن يتم تبنيه للاستجابة الفورية للحالة الطارئة التي خلقها موضوع الجائحة في هذا الفيروس، حتى يشعر المزارع أنه الحكومة تطلع عليه بعينتين مش بعين واحدة فيما يتعلق بدعمه من أجل تخفيف تكاليف الإنتاج ومساعدة المزارع على مواجهة الظروف الطارئة الغير يعني محضر إلها، لأنه ما قدرنا إحنا كدولة نحضرها وكل العالم ما قدر يتحضر بالشكل المطلوب لجائحة من هذا النوع. يشعر المزارع أنه على الأقل هالرديات الضريبية تبعته قاعدة تجي وقاعدة ترجع له وبتعينه على مواجهة الظرف الطارئ. وأيضا في نهاية شهر 12/2019 تمكننا مع وزارة الزراعة مع إعادة صياغة قانون المجالس الزراعية، وتم التوافق عليه حتى مع كل المجالس المشكلة بحضور أخونا أبو أدهم نفسه في هذاك اللقاء، ووقعنا على هذه المسودة القانون باعتقاد الآن يتم نقاشها. للأسف أجت كمان مع ظروف الجائحة، وكمان إحنا عملنا مؤتمر في شهر 1/2020 له علاقة ردا على سؤالك في موضوع الاحتكار على قانون المنافسة العادلة في فلسطين من أجل منع الاحتكار في القطاع الزراعي، لأن هناك برزت مظاهر من مظاهر الاحتكارات في القطاع الزراعي عند كبار المستثمرين وكبار الشركات الزراعية اللي احتكرت سلسلة الإنتاج برمتها. وبالتالي طالبنا من خلال وزارة الزراعة ومن خلال وزارة الاقتصاد في مؤتمر عارم وكبير وطني أنه يتم تبني قانون للمنافسة العادلة يحقق آلية التكاملية ما بين الكبار في القطاع الزراعي والصغار صغار المزارعين، لأنه هذا الجمهور خاص بينا واللي إحنا بنستهدفه كمؤسسات أهلية وكاتحادات زراعية، إنه يكون حالي من التكاملية والتعاون ما بين الكبار والصغار حتى لا يبلع الكبير الصغير، وحتى يبقى الأمن الغذائي في إيد الشريحة الأوسع من قطاع المزارعين وهي صغار المزارعين. أما ما يتعلق في الظرف الطارئ اللي عشناه والجائحة اللي هو كان أمامنا بصراحة في اتحاد المزارعين وحتى في المؤسسات الأهلية الأخرى تحدي هام جدا، كيف نحافظ على هذا القطاع يبقى على دورة الإنتاج من جهة، واثنين كيف نحافظ على أنه يصل يتمكن من تسويق منتوجه، لأنه الإنتاج لوحده غير كافي، إذا أنتجته فيش تسويق بصفي إنتاجك على الفاضي وبتكدس وما بيكون هناك من يستهلكه. ولتلبية هذه الحاجة الحكومة اتخذت إجراءات تسهل على القطاع الزراعي في ظروف الجائحة أنه يظل يشتغل ويظل شغال ودورة إنتاجه تستمر، ولكن المعضلة الحقيقية كانت قدام المزارعين وصغار المزارعين تحديدا كيف يسوقوا منتوجهم. احنا في اتحاد المزارعين في 25/3 اطلقنا حملة وطنية ذات علاقة بتسويق منتوج الجبن البيضاء جبنة الاغنام، استجابة لتوجه المزارعين إلنا في الاغوار تحديدا على انه منتوج الجبن اللي بيستنوه من السنة للسنة في هذا الظرف في 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 موسم الربيع عمال في تحكم وسيطرة من قبل بعض التجار للأسف عديمي الضمير اللي عرضوا عليهم اسعار اقل من التكلفة بكثير. بالعادة يسوق هذا المنتوج بهذا الموسم بين 17-18 شيكل للكيلو، التجار عرضوا عليهم بعض التجار 10 شواكل. احنا استجبنا اطلقنا حملة نزلناها على السوشيال ميديا وحددنا فيها سعر عادل للانتاج، بمعنى بيوفر حد ادنى من الاسعار وربحيتها للمزارع المنتج، وسعر بإمكان المواطن البسيط اللي بيعيش ظرف الطوارئ وبطل يشتغل وقاعد في بيته قادر يدفعه. وصلنا لسعر 16 شيكل وهذا كان سعر عادل. سوقنا هذه الجبنة في معظم محافظاتنا في الغربية، قبل 4 أيام كان في رام الله وزعنا 950 كيلو في رام الله لوحدها، كان في طول كلم وكان في سلفيت وكان في نابلس. وستتكرر العملية التوزيع؟ نعم الآن أوقفنا هذه الحملة لسبب واحد، رجعت التجار دفعت للمزارعين 17 شيكل في الجبنة، وهذا بالنسبة لنا حقق الغرض وحقق الأهداف ورجع السعر العادل ورجعوا التجار يعني أجبروا على العودة لدفع السعر العادل لهذا القطاع. أما ما يتعلق في الحليب سيدي لأنك ذكرت هذا الموضوع وهذا مهم، إحنا في اتحاد المزارعين عاملين حملة عليه. إحنا بدأنا في التواصل مع مصانع الألبان اللي بتصنع بتشتري الحليب من المزارعين وبتصنعه مشان الإنتاج. شوف في مسألتين لازم نأخذهم بعين الاعتبار. أولا منع منتوج الإسرائيلي في الألبان زي تنوفا من جهة، ووجود الناس في بيوتها يفترض أنه الاستهلاك يزيد على المنتوج الوطني. فيش منتوج من إسرائيل، يعني تنوفا مش موجودة في الأسواق، منتوجها مش موجود. اثنين الناس قاعدة في بيوتها ولما تقعد في البيت أكلك بيزيد،
بالتالي الاستهلاك على منتوج الأجبان الطبيعي أنه يزيد. السؤال ليش المزارعين بعضهم مش قادرين يسوقوا منتوج الحليب؟ صار في إشكاليتين في هذا الموضوع. وهي الأولى، بعض المصانع زي مصنع الصفا على سبيل المثال، تابعت معه شخصيا، كنت على متابعة يومية مع هذا المصنع، زاد من إنتاجه، بمعنى شغل شفت جديد لاستيعاب فائض منتوج الحليب اللي ينتج خاصة بشمال الضفة الغربية. في الجنوب بطبيعة الحال ما عندنا مشكلة، المنتوج يصرف وبروح على الجنيدي بيصنع وما عندنا إشكالية فيه. الإشكالية في الشمال، في الشمال عندنا 100 طن حليب يومي، 100 طن حليب، 50% من 100 طن حليب بتروح بالعادي بالوضع الطبيعي لتصنيع الحلويات، الكنافي والحلويات الأخرى اللي بتأخذ منتوج الجبنة. هذه المحلات ما بتشتغل، بالتالي تكدس عندنا 50% من منتوج الحليب في شمال الضفة الغربية. في إله مين يأخذه بس فيش إله تصريف في التسويق، وعشان هيك طالبنا أنه يتم إعادة النظر لمحلات الحلويات بطريقة مختلفة حتى نمكن المصانع اللي بتشتري منتوج الحليب من تسويق منتوجها في هذا الجانب. دعني أنتقل إلى الأستاذ رياض العطاري وزير الزراعة. يعني عندما استلمت منصبك أطلقت على وزارة الزراعة مصطلح وزارة الحربية أو الدفاع، وهذا يعني إذا بدنا نتحدث يعني هو مصطلح في مكانه أن نتحدث عنها في هذا المسألة دفاع، لكن كما استمعت إلى كل المداخلات نحن أمام عدوين أو مش عدوين، أمام قوتين ليس سهلات. قوة هي عدو الاحتلال، تفشل دائما المخططات، وكان لكم تجربة في مسألة العجول. المسألة الثانية أيضا الاحتكارات، وهي قوة داخلية تتدخل تعيق تبحث فقط عن مصالحها. عندما نطلق مصطلح وزارة الدفاع إذا نحن بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات البارزة والتي أشرنا فيها والتي تلقى بالأخير بالآخر عند وزارة الزراعة وعند الحكومة مسؤولية أن نتخذها في مسائل تتعلق بحماية السهول، لأنه إذا بدنا نحكي عن زراعة ولا نستطيع أن نحمي السهول في إشكالية، بدنا نحكي عن مسألة البذور وإعادة إنتاج البذور من قبل المزارعين، بدنا نحكي عن سياسة التعامل مع الأراضي، مسألة يعني اتجهتم أحيانا باتجاه استصلاح الأراضي وأهملتم أصلا الأراضي الجاهزة إلى الزراعة وإجراءات حمايتها لزيادة الإنتاج. يعني بصراحة بنقدر نسجل سلسلة من الملاحظات كان بإمكان وزارة الزراعة أن تباشر فيها. ما الذي يعيق دون أن تتحقق هذه السياسات، خاصة ما يتعلق في الشق الفلسطيني؟ بنحس الحكومة لما يجي المسألة اتجاه القطاع الخاص لغتها رخوة. يعني أنا بعرف تعودنا دائما على الإعلام أنه لازم يكون دائما يعني مصدر نقد، بس أنا بثقة مطلقة وهي زملائي موجودين، أنا أعتقد يعني مع الاحترام الشديد أن كثير من يعني بديش أقول اتهامات، العبارات التي ذكرت هي ليست في محلها. السؤال الأهم والإجابة على سؤالك بالضبط، ماذا قدمت الحكومة الفلسطينية من إجراءات استراتيجية لإعادة تطوير أو إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي؟ وأنا أعتقد أخي ماجد أنت ناس يعني واحد من الناس المتابعين، الحكومة الفلسطينية عندما تشكلت أطلقت برنامج التنمية الشامل، واللي يعني بين قوسين أخذ اسم التنمية بالعناقيد، وكان لنصيب الزراعة 6 مناطق في الشمال بالإضافة إلى قطاع غزة، وكان الهدف من هذه الخطة والذي يعني التي شاركونا بها كل منظمات العمل الأهلي، لأننا نعمل باستراتيجية واحدة بالمناسبة يعني صادر عن وزارة الزراعة ولكن بالتنسيق مع كل المؤسسات الأهلية. معلش يعني يوجد تعاون جيد مع الحكومة والمؤسسات يعني الأهلية، يعني هم يجاوبوا على هذا الموضوع؟ لا أنا لأنه يوجد شراكة حقيقية وفي مرحلة الطوارئ يا أخوان، عشان أقول لك أنا ليش إنه الإعلام يجب أن يتابع يعني المسيرة. لا منذ أن تشكلت الحكومة الحالية وهم الإخوان يعني بسمعوني بدحك عن قطاع الزراعة. أنا ليش سألتك حول هذا السؤال؟ لأن أنا رئيس الوزراء في خطابه قبل أسبوع قال أن على مؤسسات المجتمع المدني أن لا تقصر مهمتها على الملاحظات فقط. طيب نعم هذا صحيح، ولكن ليس يعني هم جزء من مؤسسات المجتمع المدني. لا ليس بأي حال من الأحوال. يعني إذا بدك جاوبك على السؤال هذا، المؤسسات اللي أطلقت يعني بديش أذكرها بالاسم بمعنى اتهامات بمعنى تقارير، يعني هلأ مش وقته بهذا الموضوع، ولكن لا أنا هي استضاح حق الجمهور أن يعرف. لا
حق الجمهور أن يعرف. هاي إخواني موجودين، وزارة الزراعة وقعت مذكرة تفاهم مع 13 مؤسسة وجسدت هذه المذكرة فعلا لا قولا. أولا فيما يتعلق فعلا ما هي الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة؟ أنا أعتقد أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات يكون هناك خطة تنمية زراعية شاملة قائمة على الشراكة بين الحكومة مثل وزارة الزراعة، بين منظمات العمل الأهلي والقطاع الزراعي. ماذا تعني العناقيد الزراعية التي بدأنا بها ولكن كورونا وقفت؟ كان عندنا 6 أهداف لكل أو 5 أهداف. أولا توسيع الرقعة الزراعية، والجميع يعلم يعني بأي مناطق كيف كان سيتم الاستصلاح وما هي الجهات الداعمة وما هي مساهمة المنظمات الأهلية بالإضافة للحكومة بهذا الموضوع. على سبيل المثال احنا بدأنا في قلقيلية من 6 شهور. الخطة المفترض تنفذ خلال 3 سنوات يجب أن تحقق التالية: أولا توسيع الرقعة الزراعية باستصلاح 10,000 دونم كويس، هذا أولا. المسألة الثانية وجود زراعات جديدة منافسة، لأنه اليوم إحنا إذا بنظل نشتغل بالطريقة القديمة لن يكون لنا يعني أي دور في هذه المنافسة. ولذلك على موضوع الزراعة كان ضمن خطتنا زراعة 180,000 شتلة خلال 3 سنوات. ضمن الخطة أيضا إيجاد بنية تحتية، أنت بالأخير ممكن تزرع وممكن تنتج، بمعنى برادات للتخزين، خطوط تعبئة بمعنى آليات تسويق، وشركات للتسويق، وأيضا تشغيل للأيدي العاملة. وكان ضمن الخطة أنه بعد 3 سنوات يجب أن تكون هناك 2,300 وظيفة دائمة محسوبة بالكامل، إضافة إلى ذلك يعني زيادة كمية المياه ضمن هذه الخطة. وما بدخل أنا الآن بالتفاصيل، ولكن هي يعني كانت لقبل كورونا بيوم جارية العمل فيها، وهذا لأول مرة يخلق يعني ثلاث شركاء حقيقيين في الميدان. ولذلك أنا بعتقد أنه هذه الخطة يعني ستنفذ، والنتيجة النهائية لها ستساهم بزيادة الإنتاج بنسبة 30%. وهذه ليست شعارات، بدراسات دقيقة جدا، وزملائي يعني هيهم موجودين معي. بس أنا بدعلك على بعض المصطلحات يعني اللي وردت بتقولوا عن الأسعار. أنا بس بدعطيكم يعني إحنا يوميا نراقب الأسعار كويس. يعني امبارح جاني اخر يعني تعديل او تحديث للاسعار. مثلا كرتونه البندوره 12 كيلو سعرها بالجمله من ال 25 ل 35 شيكل، الكوسه 15 كيلو جرام 33 ل 45، الخيار 7 كيلو جرام 25 ل 35، الفلفل 11 كيلو 40 ل 45، وايضا اللحوم باستثناء الدواجن يعني، واعتقد انه خلال الايام القليله القادمه سيكون هناك يعني في مرحله لزياده الاسعار. يعني بمعنى لاول مره بالازمات. شو سبب ارتفاع البيض بالمناسبه؟ وجيك ارتفاع البيض على سبيل المثال، ارتفاع البيض لاول مره بالسوق الكرتون 20 شيكل، وهذا المزارع لم يكن يحلم فيها. واحنا حقيقه في وزاره الزراعه يعني تدخلنا بما يضمن استمرارية هذا القطاع، وحطينا سعر إرشادي بأنه يكون 18 شيكل للمستهلك. ليش ارتفع؟ أولا هذا القطاع هو قطاع يوجد يعني عندنا اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، وعندنا سنويا فائض 100 مليون بيضة مائدة كويس. السوق الإسرائيلي الآن يحتاج هذه الكمية، وكل مطارات العالم تقريبا أغلقت، ولذلك يعني كانوا يعتمدوا على إسبانيا وعلى تركيا. معك يعني أصبح في ضرورة الاعتماد وين؟ على السوق الفلسطيني. وبالمناسبة منذ 20 عاما كويس، وبيض المائدة يمنع منعا باتا بدخوله إلى السوق الإسرائيلي لأسباب يعني بيغلفوها بالدين جيد. ورغم أنه باتفاقية باريس الاقتصادية هذه السلعة بالتحديد مسموح لها منذ عام المفترض 1997 يجب أن يكون فيها حرية التبادل بلا أرقام، ولكن لأنه قطاع قوي حاول الإسرائيليين إيش أن يهدوا هذا القطاع. ولذلك يعني هذه الأسعار أنا برأيي معقولة للمزارع ومعقولة أيضا للمستهلك. ولكن يعني السؤال يعني لما نحكي عن الفائض، أول شيء إحنا بذروة الإنتاج بهذه المرحلة يعني التاريخية، ولكن السؤال هل تراجعت القدرة الشرائية؟ هذا هو السبب الرئيسي. طيب يا أخي يا ماجد، يعني إحنا لما بنقول ليش في مثلا فائض بالحليب، أو ليش بنقول في فائض بالخضار أو أي سلعة، اليوم القدرة الشرائية تراجعت، عشرات يعني الآلاف أو الآلاف فقدوا
يعني عملهم. المسألة الأهم كمان احنا بشر في شيء اسمه الخوف من المستقبل، إعادة ترتيب أولوياتك. ولذلك اليوم انت يا أخي ماجد أولويتك اليوم مش تشتري سيارة، أولويتك اليوم انك تشتري دواء وتشتري غذاء. عشان هيك ما لازم نستغرب انه في حالة تراجع بالقدرة الشرائية، ولكن فيما يتعلق بقطاع الزراعة انا كوزير زراعة وبتحدث الآن على الشاشة لم أبلغ بأي احتجاج على الأسعار من المزارعين. ولكن ما هو قرارك تجاه الحليب؟ نعم. الناس اللي بتسكب حليب بدها قرارات. الناس شو ممكن خلينا أوضح هذه المسألة. أولا كما أشار أخي فؤاد إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من حليب الأغنام بنسبة 100%، خذ هاي الأرقام مني، وعندنا 55% فقط من حليب الأبقار. لذلك انا بدي اجاوب اخي عباس انه لا يمكن الان ان نستغني يعني من موضوع الاستيراد بنسبه 100%، لانه فقط احنا الان اسواقنا نستطيع ان نغطي الحاجه للالبان والاجبان ومشتقاتها بنسبه 75% فقط. الحليب احنا 520 طن يوميا، سابقا كان 420 طن يذهب الى المصانع والباقي 128 طن تصنع يعني لبني وجبني في البيوت. الان عجت الاقتصاد توقفت في فلسطين؟ لا، في كل أنحاء العالم. القطاع الاقتصادي في إسرائيل بدأ بالعمل. هل ستعوضون المزارعين ب50%؟ هل ستعوضونهم؟ هذا السؤال أنا برأيي يجب أن لا يطرح الآن. السؤال الأهم كيف استطعنا أن نتغلب على 80% من المشكلة أو 90% من المشكلة؟ اتخذنا عدد من الإجراءات. أولاً وزارة الاقتصاد وبالتشاور مع وزارة الصحة مع المواصفات والمقاييس أخذت قراراً بتمديد صلاحية المنتج. إيش بيعني هذا الكلام؟ بيعني أنه أي مصنع للحليب أو للألبان كان يقول لك يا عم أنا فترة الصلاحية 20 يوم، وبالتالي إذا عملت أكثر من هيك جيد ممكن يكون في فائض ويفسد. اليوم عندهم طاقة تخزيني أكثر في منطقة الشمال الجنوب والوسط، لا يوجد أي مشكلة. توجد مشكلة في منطقة جنين بالتحديد اللي أنا يعني واحد من أبنائها. وبالمناسبة كل اللي يتعمم على وسائل الإعلام كل الكمية اللي بيحكوا فيها هي أقل من 5%. إحنا إذا بننتج 520 طن في اليوم، ويعني بهمش كل الكمية اللي بيحكي عنها أقل من يعني من 10 أطنان، هذا لا يشكل شيء. ومع ذلك إحنا مسؤولين كحكومة وكمؤسسات أهلية أن نقف مع كل مزارع بغض النظر عن حجم إنتاجه. ليش تعطلت يعني ليش صار في عندنا فائض في الحليب؟ وهذا الكلام يعني احنا قدمناه للحكومة، واعتقد انه يعني دولة رئيس الوزراء امبارح حكى بالإطار العام قال انه كل لوزير الاقتصاد انه أي, اي 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 مصانع بنضمن فيها شروط السلام العام 1-2-3 بدنا نرجع نشغلها. قال انه كل ما يتعلق بسلسله الانتاج الغذائي يجب ان يعمل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان المصانع تحدث عنها الان قدرتها التشغيليه 30%. الحل لن يعني مع احترامي لكل المبادرات واللي جزء منها وزاره الزراعه، ولكن هذا لن يحل المشكله. المشكله كيف يكون لدينا سلسله انتاج متكامله، بمعنى اذا بدنا نخلص من فائض الحليب بدنا نشغل المصانع. هذه هي السياسات التي أردنا. ولذلك السؤال الأهم، قبل شهر كان في سؤال مطروح على المجتمع الفلسطيني وعلى كل واحد منا، ما هي الأولوية الآن؟ الحياة، الاقتصاد، التعليم، الكل انحاز للحياة. ولكن اليوم الحكومة الفلسطينية حددت رؤية الغذاء والصحة. هذا هو الذي يحكم يعني اليوم آخر سؤال وبشكل مختصر. هذا هو اليوم الذي يحكم هذه الرؤية. عشان هيك أخي ماجد يعني سريعاً لأنه وقت البرنامج يعني أوشك يعني على الانتهاء. لا في يعني أحيانًا تردد بعض الأمور، يعني بمعنى لماذا لا يكون عندنا مصانع نزرع عشان المواد الأولية؟ فلسطين غير مؤهلة بأراضيها أن تحدد أن يعني توفر نسبة 10% من المواد الخام. يعني ولذلك عندما نتحدث عن هذه الأمور حتى إسرائيل لا يوجد فيها زراعات بهذا المستوى. تحدثت أنت عن المراعي، وزارة الزراعة في عام 2020 ستزرع 500,000 شجرة حرجية للمحميات وللمراعي، وهناك عشرات الآلاف ومئات الآلاف خلال 10 سنوات للمراعي قد نفذت في السفوح الشمالية. ولكن يعني بصراحة يجب أن يدقق الإعلام بشكل أكثر. إحنا من شهر واحد لشهر اثنين وزعنا 850,000 شجرة مثمرة ببرنامج تخضير فلسطين. إحنا والمنظمات الأهلية حتى الآن وزعنا 1,200,000 شتلة خضار عشان نعزز الاقتصاد المنزلي، والأهم عشان نعيد الاعتبار
لمفهوم الزراعة ليس باعتبارها قائمة على الفلاح. أنت إعلامي بإمكانك أن تزرع، وأنا طبيب بإمكاني أن أزرع. هذا صحيح. وأخي مهندس بإمكاني. سؤالي قبل ما أنتقل للأستاذ منجد يعني وبشكل مختصر. نعم. هل تتعهد وزارة الزراعة بأن تبقى أسعار اللحوم الخضروات بنفس المستوى التي به الآن خلال شهر رمضان أم لا؟ أنا أولا وزارة الزراعة ليست مسؤولة عن الأسعار، وزارة الاقتصاد مع الزراعة. لا لا يعني احنا بنعطي أسعار يعني إذا عشان نصحح عشان نصحح المفاهيم مسؤولية لا عشان صحح المفاهيم مسؤوليتنا الأساسية أن نعطي أسعار استرشادية لوزارة الاقتصاد، ولكن بكل الأحوال يعني لا يمكن الإجابة بنعم أو لا، ولكن الجهد المطلوب منا أن نبقي هذا المزارع بحالة من الاستمرارية، ويجب أن نكون منحازين إليه. في كافي حاليا في شهر رمضان وبتتطلب أن يرتفع الأسعار. طيب. أخي ماجد عشان هيك المعلومات مهمة، نحن لدينا اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بالدواجن بنسبة 100%. فلسطين الضفة الغربية تنتج بس بالضفة الغربية 56 مليون دجاجة سنويا، 900 ألف دجاجة أسبوعيا، في رمضان 1,250,000. ولذلك لحوم الحبش والأغنام يعني الدواجن الحية اللي هي الجاج لدينا اكتفاء بنسبة يعني بس في خوف 100%. ولكن السؤال الأهم هل الأسعار يعني ممكن تنزل؟ لا، هذا يعتمد على تطورات الوضع الاقتصادي. إذا بدي جاوبك جواب موضوعي، ولكن تعودنا في رمضان دائما أن أسعار اللحوم تزيد ولكن أسعار البيض تتراجع. هو في موضوع هذا نقطة مهمة جدا، لأن احنا رايحين على شهر رمضان وفي الأوضاع الطبيعية استهلاك الناس من مختلف المنتجات وتحديدا اللحوم بيزداد. الآن في خشية كبيرة جدا ويجب التنبه لها من الآن، كميات الدواجن اللي راح تنزل في شهر رمضان أرقام عالية جدا. كمان اللحوم الحمراء تحديدا، احنا سنويا يعني بمنطقة الخليل في 58 مليون دولار عوائد من لحوم الأغنام فقط، لكن إذا ظلت الناس بتشتغلش وتراجع في مداخيل الناس وبالتالي القوة الشرائية تراجعت والاستهلاك تراجع والقوة الشرائية تراجعت، وهذا يعني أنه هذه الأرقام في اللحوم الحمراء وحدها 850 مليون ستكون في مهب الريح، لأنه الناس مش هتستهلك. بالتالي أوزان الأغنام، وهذا مهم ندرسه كمؤسسات وكوزارة، رح يصل إلى ما يعني أعلى من 70 كيلو جرام للرأس الواحد، وبالتالي هذا وزن غير مفضل للمستهلكين، وهذا يعني أنه هذه رح تتكدس أغنام ولحوم لدى عدد لآلاف المزارعين، وبالتالي ويخلق مشكلة أخرى. الآن نحن بحاجة إلى التسويق، تم التغلب على جزء يعني جزء كبير من موضوع التسويق، لكن الأسعار يجب ضبطها ويجب مراقبتها ويجب إعادة النظر في موضوع الإغلاق الكامل والشامل، وهذه بجزء يعني على طاولة النقاش الحكومي، لأنه استمرار الإغلاق الكامل هذا يضع الناس في شهر رمضان اللي هو شهر مختلف من حيث الاستهلاك والتعامل، خاصة إنه إحنا إنا أكثر من شهر بدون دخل. نقطة أخيرة إذا سمحت لي، هذه المشكلة جعلت الأولويات بمثال عملي تختلف. اليوم الحديث عن أمن غذائي يجب أن يتوقف هذا المصطلح، لأنه اللي صاير عندنا مش أمن غذائي ولا حديث عن أمن غذائي. الأمن الغذائي أنه أنت عندك كميات كافية للناس من الغذاء تيجي من برا معظم، هذا مش موضوعنا الآن. موضوعنا الآن أنه يجب تفعيل مفاهيم السيادة على الغذاء، على الموارد وتحديدا على الغذاء، لأنه احنا بنقرر شو نزرع، مزارعنا بقرر شو يزرع، متى يزرع، لمن يزرع، وبالكميات التي يحددها، ويبقى كل شيء تحت سيطرتنا. هذا يعالج مسألة الاحتكار، انه الوسطاء هذول يجب التخلص منهم نهائيا، وتكون العلاقة مباشرة ما بين المستهلك المزارع الصغير اللي هو بيشكل 90% من قيمة المساهم الفعلي الحقيقي في كميات الانتاج وفي عوائد القطاع الزراعي، وما بين المستهلك اللي هو القسم الاكبر اللي بيمثل العمال. ملحوظه بس سريعه، انا بدي انهي فيه، بدي استاذ منجد. أستاذ منجد، يعني المسألة الأهم السياسات كيف تخدم المزارع الصغير، يعني حتى منظمة الفاو بتقول أنه 3/4 المساهمة تأتي من المزارع الصغير وليس إن المزارع، كيف يمكننا أن نحميه، وكيف تقيم الأداء والعلاقة والتعاون ما بين الحكومة وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة بالذات في مرحلة أزمة كورونا؟ النقطة الأولى هو الاقتصاد الفلسطيني امتداد للاقتصاد العالمي الرأسمالي، وهذا بأثر تأثير سلبي على مجرى الحياة والانحياز لصغار المزارعين. نحن بحاجة إلى تغيير
شامل في السياسات الاقتصادية الفلسطينية التي يجب أن تعتمد على تعزيز صمود المزارعين الصغار، وهذا بحاجة إلى تغيير في المفاهيم كلياتها، مش عند وزارة الزراعة بس، وزارة الزراعة والاقتصاد والسوق الاقتصادي الفلسطيني كلياته وبحاجة إلى جهد كبير. أعتقد أن الحكومة الحالية تحاول أن تشق طريقة في هذا المجال، ولكن التأثيرات الإيجابية بدها سنوات طويلة لكي نعود إلى فكرة الاقتصاد المبني على تعزيز صمود المزارع الفلسطيني. التعاون حتى هذه اللحظة جيد، بالإمكان أن نستزيد في هذا التعاون. النقطة الثانية في موضوع الزراعة، أنا بلاحظ مشكلة الحليب هي تكثيف هذه التربية في بعض المناطق، وهذا خاطئ. يجب علينا أن نوزع هذه التربية على مناطق مختلفة. لو كانت تربية الأبقار موزعة على مناطق الضفة الغربية لما حصلت مشكلة. ومن الملاحظ أن المزارع الكبيرة هي تابعة لمصانع أو لشركات كبيرة للمصانع هي بتملكها. إحنا لو في الشمال عملنا على تعزيز مصنع الصفا بالإضافة إلى مصنع جديد في جنين لحلينا المشكلة، لأنه ما زال الإنتاج الفلسطيني 55% من الاستهلاك من مشتقات الحليب. شوية جهد في هذا المجال نحلها، ولكن القضية الأبرز بحاجة لسياسات متكاملة لدى الاقتصاد الفلسطيني والحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني والعمل الأهلي للعمل للانحياز لصغار المزارعين وتوسيع رقعة الإنتاج. إحنا اللي بحمينا صغار المزارعين، اللي بحمينا الحيازات الصغرية. لاحظوا الزيتون، الزيتون ممتد في كل فلسطين، 100,000 أسرة تعتاش من الزيتون. هذا 100,000 أسرة منتشرة على رؤوس الجبال وفي مناطق صيف. علينا أن نقلد تجربة الزيتون للمنتجات الأخرى، علينا أن ننشر الإنتاج، ندعم صغار المزارعين في كل مكان، خاصة في مناطق سيوة وفي المناطق المهددة بالجدار والمناطق اللي بنقدر إحنا نستحدث فيها بعض الزراعات الجديدة. هناك تجارب للمؤسسات الأهلية، تجارب لوزارة الزراعة بإدخال أصناف جديدة ما كانت داخلة السوق الفلسطيني، مثلا الفراولة. إحنا في هذه الأيام ننتج 50% من الاستهلاك الفلسطيني للفراولة، كان قبل عدة سنوات نعتمد بشكل كامل على الاستهلاك الفراولة من إسرائيل. علينا أن ننتبه للفواكه، احنا عندنا استهلاك كبير من اسرائيل في موضوع الفواكه. علينا ان نعزز زراعه الفواكه المختلفه في مناطق قلقيله وطول كرم. كل ما كان هناك تخطيط جيد من العاملين في قطاع الزراعه لتوجيه المزارعين وصغار المزارعين لبعض المنتوجات التي السوق بحاجه لها الفلسطيني، وزي ما قال زميلي فؤاد نحن بحاجه للسياده على الغذاء. علينا ان ننتج الغذاء الفلسطيني وان نعتمد على نفسنا قدر الامكان في القضايا وفي المنتجات التي نستطيع الاعتماد فيها على نفسنا. هذا الموضوع بحاجة لشغل موحد ودراسات كثيرة ومشتركة، لكن الرئيسي فيه علينا أن نبقى ونحن نعمل ونحلل أننا شعب تحت الاحتلال، شعب محاصر من جميع الجهات. موضوع التسويق والصادرات للخارج صعب جدا. علينا التركيز على تعزيز صمود المزارع والإنتاج الداخلي الذي يوفر سيادة الغذاء للشعب الفلسطيني. بشكل مختصر أستاذ عباس، يعني كمان بحب إذا بتقول شو مصير في عنا، يعني تمور يفترض أن تصدر والحدود موقفة، إذا هذا بشكل أي مشاكل مسألة مواجهة، يعني إذا بدنا ننمي الزراعة الفردية وننشرها كما ذكر الأستاذ منجد، هذا بتطلب شوي سياسات للتحكم في 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 كبار المزارعين اللي بملكوا شركات، لانه حتى المصانع مصلحتها مع الكبار مش مع الصغار والمربين الصغار. زائد شو انت ممكن نعم بس دعني اعلق سريعا على موضوع الاسعار، تناولته كثير، لانه وانا بقول خلينا نفرق بين سعرين في السوق الفلسطيني، سعرين المزارع والتاجر، سعر باب المزرعه وسعر المستهلك. وهناك فرق كبير ما بين السعرين للاسف، وعاده لما الناس بتصير تضج على السعر بتضج على السعر سعر المستهلك. انا حكيت سعر نعم. بس لا سعر انا مظلوم في نعم. المزارع انا مظلوم المزارع لانه يا اخوان ما يقول المزارعين نعم بس اسمحوا لي شوي بس، لانه سعر باب المزرعه يختلف كثيرا عن سعر التسويق، وفي بين ما بين البينين في سلسلة من الوسطاء طبعاً. مش وسيط واحد طبعاً. سلسلة من الوسطاء. أنا تبعت الأسعار الخضار فترة الجائحة هذه. كان يكون صندوق البندورة في طول كرم، واللي حكى أخونا فايز صحيح، كان يكون صندوق البندورة ب 15 شيكل من باب المزرعة، وكيلو البندورة ب 7 شيكل أنا شاريه من هذا البلد في رام الله. بس أي فترة هاي؟ بحكي عن هاي الفترة قبل أسبوع.
هذا الحكي بس من أسبوع. المشكلة وين؟ مشكلة التسويق عند المزارع، إنه كيف نقلل عدد الوسطاء وكيف يكون سعر البيع من عند باب المزرعة للمستهلك بأقل عدد من الوسطاء حتى يكون السعر عادل، يعني سعر أفضل للمزارع وسعر أقل للمستهلك. وهذا اللي حاولنا نعمله في الحملة اللي عملناها في الجبنة. الجبنة المزارع المواطن بالعادي بيشتريها بين 23 إلى 25 شيكل بالوضع الطبيعي، جبنا له إياها ب 16 شيكل، والمنتج اللي كان معروض عليه سعر 10 شيكل و 12 شيكل أخذ 16 شيكل، فالسعر عادل من باب المزرعة للمنتج وللمستهلك أقل من الطبيعي بحوالي 5-6 شواكل. السؤال كيف نعزز هذه العلاقة المباشرة بين المنتج والمستهلك في موضوع التسويق أو عدد الوسطاء حتى يكون السعر عادل. الموضوع الآخر أخي ماجد اسمح لي فيه وحكيت عنه، موضوع المراعي. يا إخوة احنا بنعيش في جائحة صحيح وفي مرحلة طوارئ صحيح، بس علينا ما ننسى إنه الاحتلال يستغل في الوضع القائم في موضوع الأراضي المراعي. في الأسبوع الأخير رصدنا كل الانتهاكات اللي بيقوم فيها الاحتلال في مناطق جيم، منعوا المزارعين من الرعي في كل المراعي، في كل المراعي المستوطنين، بيلاحقوهم على شو بسموه هذا ايش تركتورهم تركتورهم ولا الأبصر ايش، لاحقوهم وطردوهم، قاعدين بيثبتوا في موضوع الضم كحقيقة على أرض الواقع من خلال منع المزارعين الوصول لأراضيهم، حراثتها، تدمير منشآت زراعية قائمة، ووضعوا بسط السيادي على كل المراعي اللي المزارعين بيستفيدوا منها، خاصة مربي الثروة الحيوانية في مناطق الأغوار. مش لازم ننسى أنه مشروع الضم الإسرائيلي قائم وبيستغلوا فيه هذه الجائحة وهذه الجانحة. فيما يتعلق عفوا في توسيع الرقعة الزراعية، وإحنا كان عندنا مبادرة وقدمناها وحكينا فيها مع مجلس الوزراء بالكتاب رسمي، وزارة الزراعة وأخي أبو أدهم بيعرف في هذا الموضوع. إحنا عندنا أراضي زراعية ملك دولي وملك وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف ورئاسة مجلس الوزراء في إيد نفس الشخص دكتور محمد الشتي. عندنا 150 ألف دونم أراضي للأوقاف في مناطق الأغوار، وهذه الأراضي لعدم استغلالها وعدم يعني توظيفها لصالح القطاع الزراعي والزراعة والمزارعين والإنتاج، قاعد الاستيطان بلاقيها سهل الاستيلاء عليها، وفي هناك كثير من هذه الأراضي تم الاستيلاء عليها. نعم طلبنا، قدمنا بمبادرة، قلنا إنه هذه الأراضي تعالوا نقسمها ونوزعها على المزارعين أو على الناس أو على الشباب الخريجين اللي ما عندهم، اللي عاطلين عن العمل، يأخذ كل واحد منهم حيازة زراعية بالمجان أو بسعر رمزي جداً، وتوفر له الموارد المائية بالذات من مناطق باء أو من مناطق ألف، تضخ لهذه الأراضي. أولا مستغلها، بنوسع فيها الرقعة الزراعية والحيازات الزراعية، وبنوفر مشروع موديل للدخل لعائلات ما عندها دخل، وخاصة للخريجين اللي مش لاقيين شغل وواقفين على طابور البطالة. إحنا البطالة عندنا في أوساط الخريجين 56%. تخيل لو 150 ألف درهم هذول وزعناهم بحيازات معينة. هل يمكن أن يكون هذا الاقتراح على جدول أعمال؟ يعني أنا مش بدي أستغرب من أخي عباس، يعني على الأقل إذا لم يعني يطلع بالإعلام سمع مني شخصيا وبجزء الأخي فؤاد، وأنا بطلع كل المؤسسات الأهلية، صدر قرار من مجلس الوزراء وتشكلت لجنة يعني لتشجيع الاستثمار في مناطق الأغوار ولتخصيص هذه الأراضي، ويعني الحكومة أخذت هذا الموضوع بمحمل الجد يعني وبادرت به منذ فترة، يعني على الأقل قبل 5 شهور على الأقل، وشكلت لجنة يعني شكلت لجنة. شوف الحديث سهل والتنفيذ يعني أحيانا بيكون أصعب، يعني مثلا اصطدمنا أنه كل هذه المناطق في جيم، في هناك يعني تخوف كبير، كلك انا بخسر المشروع بكره مثلا. على اي حال الحكومه الفلسطينيه ووزاره الاوقاف بالعكس في منطقه العوجه وزعت اراضي كبيره جدا وباسعار رمزيه لا تزيد عن 20 دينار سنويا في الدنم. يعني قصدي اخي عباس والجميع، الحكومه الفلسطينيه اولت الزراعه، يعني بدي ادعي اكثر من اي وقت مضى. وكلمه اخيره بدي اقول، لاول مره في تاريخ الحكومات الموازنه التطويريه لوزارة الزراعة أعطيت هذا العام بزيادة بنسبة 105%، ارتفعت من 43 مليون إلى 105 ملايين. يعني بمعنى أن الحكومة الفلسطينية يعني تعلق آمال كبيرة وتتفق مع كل التحليلات التي صدرت. بكل الأحوال يبقى بالنهاية التنفيذ هو الأساس، ولكن أنا أعتقد أنه الحكومة ضمن برنامج التنمية الماشي فيه إذا ما قدر
أن تعود يعني الحياة مرة أخرى بالتأكيد سنصل إلى هذه النتائج. نص دقيقة نص دقيقة بس موضوعة الأراضي الأسعار الأجار اللي حكى عنه أخوي أبو أدهم صحيح موجود ولكنه تصاعدي تصاعدي 20 50 75 بوصل ل 175 دينار للدنم بعد فتره من السنوات وهذا وهذا حتى ولو كان يعني بيزرع اشجار شو بصير فيه بعد 5 سنوات اخيره يعني انا اعتقد انه من المبكر الحديث والخوض في تفاصيل يعني نحن في حاله طارئ الان المزارع يعني يعاني هناك مشاكل تم حلها وهناك اخرى في الطريق الى حلها هي فرصه لتوجيه تحيه يعني قويه للمزارع الذي بقي على إنتاجه على في مزرعته ينتج رغم كل الظروف الاستثنائية وسنواصل كعمل زراعي وكوزارة وكمؤسسات بكل ما أوتينا من قوة بدعمه إلى أن يبقى ويحافظ على إنتاجه كما هو. أعزائي المستمعين أشكركم جميعا، أشكر ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ رياض العطاري وزير الزراعة، الأستاذ فؤاد أبو سيف مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد الجمعيات، وعلى سكايب منذر أبو جيش مدير عام جمعية الإغاثة الزراعية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قضايا رأي عام. شكرا. رأي عام برنامج حواري نقدي يتناول قضايا الرأي العام والحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والعمال والبطالة في ظل الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني مع انتشار جائحة كورونا ودور المجتمع المدني في ذلك. برنامج رأي عام ينتجه وطن بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية ويقدمه الإعلامي ماجد العاروري.